الأحزاب الإسلاموية أو الأحزاب الدينية كيف استطاعت أن تخدع الناس وأن تطوع النص لصالحها؟ يعني هي أستاذ نجف، يعني سلطة الكهنة لدى البشر سواء في الإسلام أو في غير الإسلام هي تستمد وجودها من خلال توظيفها للأساطير والخرافة الميثولوجية في كثير من خطابها. من الطبيعي جدا أن سلطة الأحزاب لا بد لها أن تتبنى رأيا، من شأن هذا الرأي أن يمارس تأثيرا على المتلقي وعلى عامة الناس، وتستهدف فئة مجتمعية معينة. هذه الفئة تمتاز إلى حد ما، تمتاز بتدني الوعي، يعني وعي متدني، وتحرك عواطفهم ووجدانهم وحماسهم، وتحاول الهيمنة على هذه العواطف من خلال أولا مرة تارة تستدعي المظلومية، تارة تستدعي القداسوية، تارة تستدعي الآخرة ونحو ذلك مما أراد. يعني تستخدم كلمة حق يراد بها باطل من هذا على هذا السبيل. ومن هنا هي لم تصمد، يعني لاحظ أكثر المنظرين الذين نظروا لهذه الحركات الإسلامية ما صمدوا أمام الحوار والحجاج العلمي والموضوعي مع نفس المؤسسة الدينية التي لا ترى ذلك. يعني أنا ابن المؤسسة، أنا أيضا لازلت حتى اللحظة لازلت منخرطا في المؤسسة الدينية، لكن في المؤسسة الدينية العقلانية، المؤسسة الدينية التي تقدم الدين حلا ليس هما، تقدم الدين ملهم للحياة ليس سالب للحياة. لا أن تجعل من الدين يزيد البائس بؤسا، لا، أجعل من الدين يرفع عن البائسين بؤسهم، عن الفقراء فقرهم، عن المعوزين عوزتهم، لامس مشاعرهم بطريقة أن تسعدهم بكلمات عن الله سبحانه وتعالى، لا أن تصور لهم الإله كأنه لا ينتظرهم في ذاك اليوم وكل ما عنده من استعدادات هو لإدخالهم النار وتعذيبهم ونحو ذلك. هاي الأحزاب تستخدم هذه الآليات وهذه الأدوات بهدف الهيمنة عليها من أجل الاستمرار في بقائها.